بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الإخوة الحضور جميعا، طبعا كلكم تعلمون أنه في الأسبوع الماضي والمنصرم هناك أحداث جرت في العديد من الولايات، بدءا بالولاية الشمالية ونهر النيل، مرورا بالقضارف والنيل الأبيض حتى الخرطوم، وفي بعض المناطق في الولايات الأخرى، وأحدثت أضرار بالغة جدا. فقدنا فيها أرواح عزيزة علينا سودانيون، وجرحى أيضا كذلك. ونحن كوزارة وناطق رسمي باسم الدولة أصدرنا بيان وضحنا فيه ما جرى والاستغلال لهذه الأحداث. هي في البداية كانت سلمية فعلا، وبشهادة المتظاهرين أو الاحتجاج الذي تم والمحتجين أنه فعلا الشرطة لم، وحتى نقول ولن، أنها هي يعني تعمل على ضرب أو قتل المواطنين البسطاء، بل هي حمت ووقفت معهم، كانت حامية تنظيمهم جنب إلى جنب، أحيانا تكون في وسطهم، ولكن حدث تفلتات وتخريب ثم حدث وفيات. نحن هذه الأشياء التي ذكرناها في السابق مجملا من أحداث وحرق وتخريب رفضناها جملة وتفصيلا، ومحاولة استغلال من جهات خارجية منها وجزء منها داخلية في إطار الاستغلال لهذه القضية الاحتجاجية في إطار سياسي. وهذه مواصلة لتمليككم المعلومات بشكل أساسي، أن المتوفيين في كل هذه المظاهرات هناك أرقام ذكرت فيها مبالغة، وحاولت بصورة واضحة جدا نقولها بشكل مباشر أمنيستي أنها أيضا كذلك بطبيعتها وطريقتها المعروفة أنها تستغل هذه الظروف وتكيل على السودان. وهناك جهات أيضا كذلك استغلت هذه المعلومات، بل هناك قنوات خارجية أيضا كذلك استغلت هذه المعلومات، رغم أنها هي تدرك تماما تعرف حقيقة المعلومات الحقيقية في السودان، أحيانا تضعف ما هو واقع وتقلل من شأن ما هو حادث، وتغطي وتسير وتحاول أن تؤجج الأوضاع بتغطية أخبار مصنوعة حتى من يعني أشياء قديمة. ونحن نريد أن نوضح أن هناك لجان مكونة، هناك تحقيق يجرى وتحري من النائب العام، وأيضا الشرطة تعمل الإجراءات يومية في إطار فتح البلاغات والرصد والمتابعة. وبالتالي نحن الآن نسلمكم أو يعني نعطيكم الأرقام الحقيقية، وإلى حين تريدنا أيضا كذلك بعض التحريات من الجهات المختصة وتقصي الحقائق من وزارة العدل وإجراء مسار العدل إن شاء الله بإذن تعالى. في ولاية الشمالية في 3 وفيات، في ولاية نهر النيل 5 وفيات، في ولاية القضارف 6 وفيات، في النيل الأبيض 3 وفيات، في نظامين 2 من ضمن المتوفيين في هذه العملية الاحتياجية، الجملة 19. في بعض من المتوفيين في هذه الجملة في عراك تم بين تجار أو أصحاب أملاك مع محاولين للنهب والسب أو السرقة، وحدث فيها يعني عراك أو ضرب واقتتال مما أدى إلى قتل بعضهم البعض. في الجرحى من النظامين 187 جريح من الأفراد، الجرحى من المواطنين مجملة من كل هذه الأحداث 219 مواطن، وأغلبهم يعني تماسوا بالشفاء، ونسأل الله ربنا يعني يشفيهم. وكما قلنا في بياننا السابق نترحم الأرواح الذين فقدناهم،
نعزي أنفسنا وزويهم ونسأل لهم حسن العزاء والصبر والسدوان، ونجعلهم الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين بإذنه تعالى. من العناصر التي ضبطت حوالي 107 عنصر، منضوون تماما تحت منظمات يعني أغلبها حركات، وبصورة محددة 107 جزء منها الأكبر من عبد الواحد محمد نور، وسيتم فتح بلاغات في اتجاههم، بل الأبعد من ذلك أنه الآن هناك الجهات المختصة تجري إجراءات لفتح بلاغ ضد عبد الواحد محمد نور نفسه، ويطالب بعد ذلك تسليمه بالانتربول، لأنه يعني دخل في إطار تخريبي ويؤجج الفتن النيران ويحرق ويدمر في ممتلكات البلاد. وبالتالي هذه الإجراءات قائمة حاليا، الجهات المختصة بالصلة تجري في الإجراءات اللازمة تجاه فتح بلاغ ضد عبد الواحد محمد نور. في زي خلايا معروفة هي في الخارج 42 خلية أو يعني مجموعة تعمل في التقاط صور وربط هذه الصور بصور جديدة، أو صناعة الفيديوهات المفبركة وبثها في محاولة الإشارة، وأحيانا تطلق يعني الشائعات بأن هناك مظاهرات هنا وهناك وعدد القتلى يعني فبركة، حتى أنه في بعض الناس تم يعني إدراجهم في عدد القتلى وهم برزوا وقالوا نحن أحياء. جملة هذه الأحداث أحدث أضرار كلها بليغة جدا في الولايات المعروفة، والآن اللجان المكونة من الولايات ومن المركز تعمل على حصر الأضرار وجمع كل هذه الأرقام، عملا على أنه يمكن تعويض أو محاولة مساعدة الذين فقدوا ممتلكاتهم وإعادة تعمير ما تم تدميره. عموما نحن نقول القنوات الفضائية وكل الإعلام، نحن كوزارة وقلنا هذا من قبل، نرغب في أنه كلنا نعمل في جو إعلامي معافى وبكل شفافية ومهنية، ولكن ما نقول الآن أن هناك جهات فعلا حاولت أن تؤجل وتحبط، لم تعمل بمهنية بل حاولت أن تضعف من الحقائق وتؤلب على البلاد وتؤجل الأوضاع. أنا أرجو شاكرا بأنه كلنا كإعلاميون علينا أن ننقل الحقائق ونملك الأطراف كلها، إذا كانوا في الداخل أو في الخارج أو المواطنين أو المعارضة للحكومة، اغتلاء النظام، إسقاط النظام أو غيره، هذا حق مشروع لأي من يعمل في السياسة. ولكن دعونا نمضي في اتجاه أن كل من يريد أن يغير النظام بالانتخابات أو بصندوق الانتخابات وليس بالتدمير والتخريب. ونحن بالأمس كنا في غرب كردفان مع النائب في زيارة، وأنا شاهد وموجود مع النائب ومعنا الوالي، وتصل الشائعات أن الوالي حضر إلينا في بليلة لكي يستقبل النائب، فإذا به نحن فجأة يعني نفاجأ بالواتساب أن الوالي هرب من الفولة إلى بليلة لأن الأوضاع في الفولة اتأزمت. جينا راجعين الفولة قالوا النائب أبو يستقبلوه، والنائب اهتم بالجيش، في حين أن احنا كنا بنخاطب في الجماهير، وزرنا 5 محليات، محلية كيلك، محلية لقاو، محلية الدبر، محلية بابنوسة، وكذلك الفولة. فنحن في تقديرنا أنه يعني المحاولة هذه وتأجيج النيران والفتن المقصود منه أنه الإسارة وإزالة البلبلة وإزالة الأزمة، أزمات الدولة معترفة بأنه هناك أزمة وهذا غير مدسوس، وهناك محاولات لمعارضة هذه الأزمة. وبالتالي نحن لا يمكن أن ندمر البلاد من أجل إسقاط نظام، ولا يمكن أن ندمر البلاد من أجل صراعات سياسية. الوطن فوق الجميع، مهما نكن نعاني من ظروف اقتصادية وأزمات، الحل لهذه الأزمة هو كيف يمكن نتعاون ونتضامن من أجل الخروج من هذه الأزمة، وليس من تدمير أو يعني قتل أو محاولة إثارة والزج بالأطفال وأن نغر بهم. وبالتالي إذا كان نتكلم عن أن هناك تجنيد للأطفال وهذا محرم دوليا، إذا كان هذا التجنيد في الحروبات
هي أبلغ كذلك في المظاهرات. الدولة متكفلة والحكومة مسؤولة في أن تؤمن المواطن قبل الممتلكات، وتسمح لها وتحرصها في أنه ممكن تعمل ما تريد. يعني نحن نحمي الممتلكات صحيح، ولكن قبل الممتلكات روح المواطن إذا كان معارضا أو كان غير معارضا، من حقه يحتج، من حقه يطالب، من حقه يزيل حتى النظام أو الحكومة. ولكن هذا بالسلم كما اتفقنا واتفقنا عليه في الحوار الوطني، أنه نحن كي نبني هذا البلد أو نبني بلادنا كلنا علينا أن نمضي في اتجاه إمعان العقلية والعقلانية في التعامل والتنافس الشريف بالموضوعية في إطار التنافس السياسي. أنا أقول أنه كل هذا ليس تبريرا للأوضاع التي نعيشها، ولكن تمليكا للمعلومات. ومهما يقولوا أهلنا الوسطاء قالوا كلام، وكان هو أبلغ بالنسبة لنا في غرب كردفان. قالوا إحنا أنتم بيظاهروا في الخرطوم وخربتوا البلد، مالكم؟ قلنا والله ناس محتجين لأنه الظروف الاقتصادية صعبة، وأنه العيش بقى غالي وكذا. ففي واحد من الناس الكبار قام قال لنا أنتم يعني فضيحتكم، والله هذه فضيحة، قال أنتم عشان عيشها دي تطلعوا تكسروا في البلد، تحرموا في البلد، دول عجوز كبير كذا. فقال لي احنا لو بناكل قرض، قال لي احنا لو بناكل نيم ونحلب القرض ما بنخرب البلد. دي الناس بتاع الفوله قالوا احنا ما ممكن نظهر نخرب البلد ونحرق وندمر ونكسر وكذا. فاحنا نقول انه برضو يعني الحق حق، والحق مكفول ليس بالقانون والدستور فحسب، ولكن هو حق يعني مكفول للانسان مطلقا منذ ان خلق الحريه، ولكن حريه بالضبط وعدم الاعتداء والانتهاك. نحن نكتفي بهذا القدر، ونعطيكم الفرصة للأسئلة والمداخلات تبيانا وتوضيحا للحقائق. التدابير التي اتخذت لحل هذه الأزمة أو المشكلة، وعن كلكم تعلمون أن الأزمة الاقتصادية ممكن تكون سبب أساسي عدم استقرار الوضع السياسي، ولذلك السودان يعني عمل جاهدا في أنه يجد الحلول. ورئيس الجمهورية أطلق مبادرة، ثم هذه المبادرة تحولت إلى رؤية لحل قضية السودان في إطار مسمى الحوار الوطني. وكان الحوار الوطني هو الحوار بشقيه السياسي وكذلك الاجتماعي. وبعد 3 سنوات تم الاتفاق على مخرجات 994 توصية ووثيقة مفتوحة لكل من رفض أو مانع، وإلى أن يقتنع ثم يعود إلى العقلانية في إطار الحوار الوطني، واستكمال هذه الخطوات بمحاولة إجراء شامل وكامل لكل الإصلاحات السياسية، وقبلها السلام ثم الدخول في عملية انتخابية للانتقال إلى وضع أفضل بالتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات. كل هذه التدابير وإجراءات أغلب حوالي ثلثي هذه المخرجات هي كلها اقتصادية، كانت 653 توصية. إذن نحن الآن حكومة الوفاق الوطني في النسخة الأولى والثانية، في حكومة الأمل والعمل، تعمل جاهدا في تنفيذ هذه المخرجات. وهي ما جاءت لكي تضع برامج من عندها، بل هي عليها أن تنفذ هذه المخرجات، باعتبار أن هذه المخرجات شكلت رؤية لمشروع وطني وبرنامج وطني. إذن المعالجات الاقتصادية أحيانا تحدث أثناء التنفيذ متغيرات، وبالتالي الاقتصاد بطبع معروف انه دائما تكون في حاله تبديلات من وضع الى اخر او بدائل. الحكومه تجري في اجراءات حولت الاقتصاد من وضع الميزانيه من بنود الى اقتصاد برامج او ميزانيه برامج. كل هذه تدابير واجراءات، ونحن نؤكد اليوم وغدا للمواطن أن الأمور ماضية في الانفراج. أزمة الخبز والوقود والنقود إن شاء الله بإذن تعالى
حسب ما نبذل من جهد مقدر وإجراءات مقدرة وخطوات جريئة جدا، إن شاء الله بعد يوم 15/1 سنكون وصلنا إلى نسبة كبيرة من الحلول تقودنا إلى الاستقرار الاقتصادي، ثم نبني على ذلك، وكل هذا اعتمادا على أنفسنا وليس على الآخرين. هذا هو واقع الحال، والشارع وحده يكشف للناس. يمكن كلنا ممكن ننزل وبعد ذلك نشوف وضع الاقتصادي تحسن انفراجه في أزمة الخبز، وإن شاء الله انفراج برضه في أزمة النقود المتوقع. حسب ما سمعتم برضه هناك فئات جديدة ستطرح في مقبل الأيام بعد العام الجديد، وهناك أيضا إجراءات الآن نحن كنا في اجتماع في كيف يمكن نبصر المواطن ونسهل له عملية الدفع ونعمل على البنى التحتية في الدفع الإلكتروني. كل هذه إجراءات وحزمة من التدابير لتطوير عملية التعامل من الناحية الاقتصادية والتسجيل، كل هذه من أجل المواطن البسيط وتسهيل كل العمليات لمساعدة واستقرار الحال وكذلك تسجيل كل عقبات المواطن البسيط. بالنسبة للمدارس والجامعات، طبعا الحكومة أحيانا في الجانب العام على مستوى التعليم العالي إجراءات تتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم في التعليم العام، والتعليم العالي وزارة التعليم العالي هو الذي يصدر هذا بناء على قراءات وبناء على دراسات حسب مقتضى الحال. ولذلك أتوقع أنه هذا إن شاء الله بعد نهاية أعياد الاستقلال بإذن تعالى ممكن أن تفتح كل هذه المدارس والجامعات بعد أن تستقر الأمور وتهدأ الأوضاع الأمنية. من يطلق الرصاص والشرطة إن لم يكن الشرطة؟ طبعا نحن قلنا هذا الكلام حتى لا يكون الكلام على أواهينه، أن الجهة المسؤولة والتي الآن تباشر التحقيقات والتحريات هو النيابة العامة، وكل مواطن من حقه شاهد أو يمتلك المعلومات يبلغ النيابة العامة بالإفيدنس، لأن الناس في ولايات وفي محليات قد يعرفون جيدا هناك تقصي جاري، وبالتالي إذا ثبت أن هناك جهة ما أو أي شخص حتى لا نأخذ الكلام على أواهينه ارتكب جرما أو قتل شخصا سيعرض ويحاسب ويجرى فيه العدالة، وإن شاء الله يجري مجراه بإذن الله. ولذلك نحن نقول التحقيق لكي نبين. كما ذكرت هناك يعني ملابسات كثيرة حدثت، في ناس حاولوا يعتدوا على ناس في ممتلكاتهم، والشواهد واضحة قدامكم، صور تؤكد ذلك. في ناس حاولوا يسرقوا ناس يشيلوا قروش أو أموال، وحصل ضرب بينهم، وكل هذا طلاسم هذه الأشياء ستفك. والآن معنا سعادة اللواء والناطق الرسمي للشرطة، وقبل قليل كنا في اجتماع للجان، كل هذه اللجان لكي نوضح ما بيننا الحقائق، وتكمل كل هذه اللجان المختصة إجراءاتها في إطار تجميع المعلومات والتحقيق. ونحن دولة مسؤولة، وبالتالي الحكومة حكومة ليست مجرد فقط إن هي تعمل فقط لتوفير لقوة الناس، ولكن تحمي الناس أيضا كذلك وتجري العدل في يعني مقبل أيام. ستسمعون إن شاء الله تعالى التقارير النهائية بعد ما تكتمل هذه الإجراءات وهذه الخطوات في إطار التحقيق وإطار تقص الحقائق. نحن في وزارة الإعلام أصلا كل هذه وسائط ووسائل تعمل في إطار الشفافية والموضوعية والمهنية، وبالتالي نحن دائما نسمن ونحفز في اتجاه العمل المهني أيا كان هذا الإعلام، وطني داخلي أو إعلام خارجي أجنبي. وبالتالي فقط نحن ننوه وهم يدركون ذلك ويعلمون من هم الذين عملوا ذلك، ولذلك هذه إشارة لهم وليست مجرد إجراءات لكي نعمل، ولكننا فقط ننبه أن نسير في المسار الصحيح، أن الإعلام لا يكون طرفا ثالثا أو لا يكون طرفا يعني يدخل في إطار العراك أو الحراك السياسي أو حتى في الاحتياجات. عليه فقط ينقل الحقائق، وللتوضيح ممكن يجي بالأطراف إذا كان المظاهرين أو إذا كان السياسيين المعارضين والحاكمين لكي يستوضح الحقائق قدام الناس. ولكن كون الإعلام يميل في اتجاه أنه مثلا يأول ويؤجج، هذا قطعا يدخل في مجال التحريض، ويدخل في مجال أنه هو أيضا كذلك له أجندات أو مستخدم من جهات أخرى. وهذا الكلام واضح، نحن رصدنا ونرصد
يوميا، ولدينا معلومات كافية جدا. الجهات تدرك نفسها وتعلم جيدا من هم الذين عملوا في هذا الاتجاه. كلامنا واضح طبعا، وهم عارفين انفسهم، هذه القنوات عارفة نفسها كويس. شكرا جزيلا لكم.